بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا جاي مش جاي اتكلم على فرقه كره اليد او في الاخر هتكلم على فرقه كره اليد. انا جاي النهارده اتكلم على البرنس احمد عاصم جنيد رئيس مجلس اداره نادي اصحاب الجهاد. الاستاذ احمد عاصم جنيد تربطني بيه معزه وعلاقه طيبه واب فاضل واخ عزيز ورئيس نادي محترم بنكن له كل حب وكل احترام. يربطنا بيه علاقه منذ سنوات عديده. احمد بيه جنيد كان ليه حلم قاله لي انا شخصيا لما جينا نعمل كره اليد الحديثه في النادي بعد ما كان مسؤول عنها المرحوم الكابتن سامح ابو كرم رحمه الله عليه مؤسس كره اليد في النادي. قعدت انا والكابتن سامح الله يرحمه مع احمد بيه قال لنا انا حلم حياتي ان في يوم من الايام يكون عندي فريق لعبه جماعيه بيلعب في اعلى درجه من درجات الرياضه. الحمد لله رب العالمين اتحقق حلمه واتحقق اللي هو يتمناه ان يكون عنده فريق بيلعب في دوري المحترفين. احمد بيه جنيد من يوم بدايه كره اليد في النادي وهو مساند ومساهم والداعم لكره اليد. فعلا كان معانا بكل قوه وكان السند والداعم لينا من يوم ما بدانا حتى تاريخه وحتى اللحظه اللي انا قاعد بتكلم فيها. كان واقف جنبنا دايما، كان بيساندنا دايما. كلمه بقولها مش عشان انا بسجل او عشان انا قدام كاميرا، انا بقولها خلف الكاميرات. انا عمري ما شفت منه حاجه وحشه ودي حقيقه. انا عمري ما خبطت على بابه انا او فرقتي او اي حد من كره اليد من ولي امر او لاعب او اداري او جهاز فني معاون خبط على باب احمد بيه جنيد غير لما طلع منتصر وطلع فرحان وطلع واخد ما يتمناه واكثر مما يتمناه. احمد بيه جنيد مش مجرد رئيس نادي بالنسبه لنا، هو الاب الروح لكره اليد. لما كنا بنعلم ان هو اتصل عشان يعرف النتيجه كنا بنسعد، لما بنعرف ان هو اتصل عشان يوصلنا اهتمامه كنا بنسعد، لما كان بيتصل قبل اي مباراه عشان يحمسنا ويحفزنا كان بيدينا نوع من الدفع والروح المعنويه العاليه. احمد بيه جنيد مش مجرد رئيس نادي، لا هو اب روحي متواجد معانا حتى في غيابه بصفه مستمره. بنكن له كل الحب والاحترام. النهارده انا حابب ان انا اتكلم على بدايه الموسم. بدايه الموسم دوري محترفين، دوري صعب، دوري فيه منافسه شديده وشرسه. احنا عنصر صاعد حديثا للدوري، احنا احدث فريق يصعد لدوري المحترفين. يمكن كلمة قلتها في بداية الموسم، احنا مش شرط عشان ابقى اكون صاعد حديثا ان انا اكون اقل الموجودين، لا انا صاعد عشان اقول انا صاعد بشراسة وبقوة والحمد لله رب العالمين محقق نتائج طيبة في فرقة المرتبط 94 ونتائج طيبة في فرقة المرتبط 96. 94 فاز على الجيش، فاز على السكر، تعادل مع اليوبلس كلها خارج ملعبه. 96 فاز على الجزيرة وفاز على اليوبلس خارج ملعبه. الحمد لله رب العالمين محققين نتائج طيبة. المشكلة كانت عندي في الفريق الأول. الفريق الاول كان بيمر بظروف صعبه جدا، هو تحديث الفريق. التحديث بياخد نوع من الوقت من التجانس والتفاهم والتعاون واللعيبه تخش مع بعض على تيم واحد يقدر يشتغل بشكل منسجم وشكل ايجابي. كان في تغييرات كتير في كل المراكز تقريبا، دعمنا بثمان لاعبين وده مش شويه عشان يخشوا الثمانيه بياخد وقت. صدفت معايا لسوء الحظ بعض المشاكل وهي تأخير العقود وتأخير الملابس، وكانت مجموعة مشاكل كبيرة مسببة لي عائق نفسي للاعبين، كانت خارجة عن ظروف أو عن قدرات مجلس إدارة. مجلس إدارة مدته انتهت، كان في تجديد، كان لابد من العقود تتمضى. طيب مجلس إدارة ملوش حق التوقيع لأنه مدته انتهت، بعت مذكرة للشباب الرياضة بيسأل يا ترى لينا حق التوقيع ولا لأ؟ الشباب الرياضة ما ردش، كان الموضوع متأخر، وأنا بلتمس كل العذر لمجلس إدارة ومدير عام النادي على عدم توقيع العقود في الفترة اللي فاتت، ولكن هي كانت بتسبب لي عائق وللاعبين كنت بحس بيهم نفسيا داخل الملعب، مفيش تركيز، مفيش معنويات، مفيش حماس للتدريب. الموضوع كان بالنسبة لي عامل عائق كبير جدا جدا جدا، وكان سبب لخلل متواجد فنيا مش قادر اتخطى بيه. اللعيب مش قادر يشتغل، بحاول بكل ما استطيع من قوة انا والجهاز المعاون
مشرف لعبه النشاط الرياضي، الناس كلها كانت بتحاول ان هي تتكاتف ان هي تزق مع الفرقه، ولكن كان الموضوع خارج عن الاراده. حاولنا باقصى ما نجتهد سواء جهاز فني بقيادتي انا او كابتن ماني المدير الاداري الحاج سيد داوود المشرف العام، حاولنا كتير مع الفرقه ان احنا ندعمهم معنويا ونفسيا ونزق معاهم، لكن كان الموضوع اكبر من حجمنا واكبر ما نستطيع. النهارده بنشكر احمد عاصم جديد رئيس مجلس اداره النادي، البرنس احمد عاصم جديد، النهارده خلصنا من كل هذه الصعوبة، من كل هذه المشاكل، ومظلنا عقود اللاعبين في يوم يمضي، في يوم يخلص اجراءات تنقيدهم في الاتحاد، في نفس اليوم بيصرف لهم كل مستحقاتهم القديمه حتى تعود الفرحه والبسمه والمعنويات الى اللاعبين. انا بقول له من النهارده احنا هنبدا نلعب، لان احنا الفتره اللي فاتت كانت اللعيبه مشغوله بكل ده، حضرتك خلصتني من كل ده عشان نبدا نفوق للرياضه، نبدا نفوق للمباراه. انا بجد انا بشكرك جدا جدا جدا، انا عمري من يوم ما دخلت نادي اصحاب الجهاد من 12 سنه حتى الان لم اطرق بابك الا واطلعت وانا مجبور الخاطر، لم اطرق بابك الا وانا حضرتك رافع لي راسي دايما. انا بكن لك كل حب وكل احترام انا ولاعيبتي والجهاز الفني والجهاز المعاون. احب اقول لحضرتك ان احنا تواجدك معانا ده شيء بيفرحنا ويسعدنا. وبقول لحضرتك احنا مش ممكن نتصور ان ازاي حضرتك ما تكونش موجود في المكان ده واحنا من فيه. بجد والله الموضوع صعب جدا يعني. انا تعودت ان انا دخلت نادي الجهاد احمد عاصم جنيد رئيس مجلس اداره النادي، انا بقول البرنس احمد عاصم جنيد لابد ان يكون موجودا رئيسا لنادي اصحاب الجهاد. بجد انا مش متخيل ان ممكن يكون النادي بدون حضرتك موجود. ازاي هيستمر صعب جدا بدونك، ازاي يكمل صعب جدا بدونك. بجد بلا رياء انت راجل محترم عملت كتير للنادي. انا دخلت النادي وشفته من 12 سنه وكنت بخشه قبل كده قبل ما اشتغل فيه، ودلوقتي النادي موجود للي يحب يشوفه زمان عندنا صوره واللي يحب يشوفه دلوقتي عندنا صوره. حضرتك طورت كتير جدا 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 من النادي شكلا وموضوعا، شكلا من حيث المباني وانشاءات ونادي وملعب، وموضوعا من حيث رياضه ونتائج واهتمام بالرياضه. بجد احنا فخورين بان حضرتك موجود، سعداء بان احنا موجودين معاك. احنا كلنا فخر ان احنا ابنائك وبنشتغل معاك. نتمنى ان حضرتك تكمل، نتمنى انك تكون متواصل، نتمنى ان قانون الثمان سنوات ده يتلغى، لان فعلا مش كل الانديه محتاجه القانون دوت. القانون ده بيحتاجوه انديه اللي مجالس اداراتهم فاشله او مجالس اداراتهم مش محبوبه، لكن حضرتك محبوب وحضرتك ناجح، واحنا بنتمنى ان القانون ده يتلغى لان احنا ما بنتخيلش النادي بدونك. انا بشكر حضرتك جدا 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 على انهاء كل المشاكل والصعاب اللي كانت موجوده، بشكرك على الملابس اللي جت بالكامل، بشكرك على الدعم المتواصل ليك ولينا حتى وانت بعيد عننا. احنا عارفين كويس قوي انك معانا بقلبك، معانا بكل جوارحك، ومعانا بكل ما تستطيع من قوه. عارفين ان كانت الفتره اللي فاتت تاخير العقود كان خارج على ارادتك، وبنلتمس لك كل عذر، وبنشكرك جدا 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 على حضرتك عملته. احب اتكلم على النشاط الرياضي واداره النادي والجهاز المعاون. انا بشكر الحاج سيد داوود على برضو مجهوده اللي عمله، الراجل تعب معانا كتير الفتره اللي فاتت، سعى في موضوع العقود بجديه، كان متواجد يوميا صباحا في النادي بيحاول ان هو ينهي كل الامور المتعلقه وكافه الامور. كانت في حاجات كتير خارج عن ارادته، وكان في حاجات كتير الراجل بيحاول ان هو يخلصها بامانه، تعب وساند معانا كتير، وانا فعلا بحييه وبشكره على المجهود اللي هو بذله، وبشكره على وقفته معانا. هو راجل متواجد متطوعا بدون اجر، حبا في المكان وحبا في العمل. احنا بنشكره برضه على مجهوده، وبنشكره على تطوعه، وبنشكره على عمله معانا في الفتره اللي فاتت. بحب اشكر اللاعبين اللي استحملت الثلاث شهور اللي فاتت من تاخر مستحقات، من تاخر العقود بتاعتهم، من تاخر الملابس. انا بشكركم جدا، انتوا لعيبه محترمه، لعيبه مخلصه ومحبه للنادي، النادي كمان بيحبكم جدا، ولو والتاخير ده كان غصب عن اداره النادي، فالنادي كمان بيشكركم واداره النادي بتشكركم على انكم استحملتوا الثلاث شهور ووقفتوا جنب النادي. النهارده بحب اوصل لكم رساله، النهارده كل متعلقاتكم المتاخره خلصت، ملابسكم خلصت، عقودكم خلصت،
المفروض تبقى تركزوا جوه الملعب، المفروض تركزوا في الفتره اللي جايه انكم لازم تكونوا مش مجرد ضيف دوري المحترفين، لا احنا لازم ننافس وننافس بقوه، انتم مش اقل من اي حد. انا شفت المستويات كلها ولعبنا مباريات، انتم مش اقل من اي فرقه، بالعكس انتم فريق محترم محترم، كان يحتاج بعض من الوقت للانسجام والتفاهم، ولكن الحمد لله رب العالمين كان عندنا مباراة بكرة وبعده، وبعد منها في شهر توقف، كنا محتاجين جدا الشهر ده ان احنا نخش وننسجم مع بعض. بتمنى ان احنا نتعاهد ونتكاتف ونتدرب بقوة عشان نذهب بمصر افضل من ده، لان لابد ان احنا نوصل لمرحلة ومركز متقدم مرموق لده. بشكر احمد عاصم جديد للمرة الاخيرة، وبشكر حاج سيد داود، بشكر الجهاز المعاون، بشكر اللاعبين، بشكر ادارة النادي، اشكركم جزيلا، انتم مجموعه محترمه، كتيبه محترمه، تستحقوا مني كل تقدير، اشكركم. السلام عليكم.